ومن زميلنا محمد إلى زميلنا رمضان بل عمري وينضم إلينا في استوديو صباح العربية من فريق العربية. ناد صباح الخير، كل عام أنت بخير إذا ما شفناك. صباح الخير أول صباح أيام خير العيد. سارة أي سعيد صباح الخير. رح نبدأ أول مواضيعنا أيضا عن الحج، بما أنه في فقرة أو قسم مخصص لتغطية الحج في العربية. ناد، يبدو أنه أنتم قررتوا كتابة بعض المقالات عن ذكريات طريق الحجيج. نعم، إحنا عندنا كاتبين موضوع عن حكايات طرق الحجيج برا إلى المشاعر المقدسة. طبعا هذه الرحلات البرية يعني لم تقلصت كثيرا ولكن لم تختفي، بدليل أنه قبل أيام باكستاني مشى 6000 كيلومتر ووصل إلى مكة لأداء فريضة الحج، وفيه فيديو على الموقع أيضا. في القديم كانت الطرق تسمى باسم المدن، وكان معروف في أربع طرق، هي طريق القاهرة وطريق دمشق وطريق اليمن وطريق بغداد. هذه الطرق كانت أشهر أربع طرق مؤدية إلى الحج. التقرير يرصد ايضا قصه ما يسمى بدرب زبيده الاسطوري، الذي هو يعني الطريق الذي سنته السيده زبيده زوجه هارون الرشيد عندما صدمت بموت الحجيج في الطريق بسبب الحر وبسبب شح الماء والعطش. فقررت انه يعني اقسمت انه يتم تجهيز طريق من الكوفه الى غايه مكه بالابار وباماكن الاستراحه. هذا الشيء اللي يعني شخصيه عظيمه، يعني عرف الطريق طريق زبيده كمان. بعدين على العموم خلينا ننتقل الى موضوع اخر، اللي هو عن السباحه الامريكيه اللي خاطرت بحياتها، لكن هذه المره من اجل اعصار ساندي. اذا تشرح لنا كيف. نعم، السباحة اسمها ديانا نياد، عمرها 64 سنة، وهذا تحدي أول. طبعا التحدي الثاني أنها سبحت في حوض السباحة لمدة 48 ساعة متواصلة رغم ألم الألم البطن المفاجئ اللي ألم بها. المية باردة كمان كانت، المياه كانت باردة جدا، وكانت في الساعة 3 صباحا قالت لك أنا أحسست أنه كأني فقدت التركيز، ومع ذلك تحدث لإنقاذ أو لجمع المال، اللي مثل ما قلت أنه المبلغ هو 100,000 دولار لإنقاذ أو لجمع المال لضحايا إعصار ساندي. هذه السباحة قبل أسبوع ما نجحت في رقم قياسي، أنه مشت بين المضيق بين كوبا وفلوريدا. أيوه. على مسافة 166 كيلومتر. هي ما صدقت، قالت معقول بعد هذاك الجهد ترجع تعمل هذا الجهد؟ انصدمت. أي نعم، هذا يعني مستمرة، عايشة ما شاء الله. أي. ما شاء الله. نعم، هذه أصبحت سمكة بشرية. تحولت. طيب آخر أخبارنا، طبعا في بعض الناس عندهم هواية أن هم يشخصوا أمراضهم بنفسهم مع وجود الإنترنت وتحديدا جوجل. يبدو أنه كل واحد بيحط أعراضه ويطلع له التشخيص وهو ما شاء الله يداوي نفسه. بس أنت لا تتكلمي في الموضوع، أنت تعطي أدوية. طبعا أنا أوصف على طول، أنا صيدلانية. هو اللي حصل أنه فعلا أصبح مشكلة ظاهرة تهدد البريطانيين، يعني ملايين البريطانيين. أعتقد ظاهرة عالمية صارت. نعم، ظاهرة عالمية. أو نقول هذه الدراسة قامت بها دراسة حكومية بريطانية تحذر من مخاطر اللجوء إلى جوجل بدل الأطباء. يعني قاموا بدراسة ووجدوا أنه 4 من 10 بريطانيين يؤخرون ويؤجلون الذهاب إلى الطبيب، ووجدوا أنه نصف الأشخاص المبحوثين المتحدث معهم في هذه الدراسة انهم قاموا فقط بتشخيص المرض عن طريق المحرك البحث جوجل. المشكله انه في التشخيص تظهر دائما معلومات سطحيه وتشخيص خاطئ لامراض صعبه. هذا اللي حصل. او احيانا يصير العكس، يكون عندك شيء بسيط ويفجعك التشخيص، يكون تشخيص يعني بالفعل لمرض بالفعل كبير. بالفعل يعني بالفعل. ولهذا فيه دعوه لانه الى انه يجب اخذ العلاج عن طبيب، وعدم يعني الغرق اكثر في مواقع التواصل او في مواقع في جوجل او في الانترنت للحصول على خدمات معينه. لا حد يشخص نفسه على الاونلاين. تابعوا صباح العربيه عشان تعرفوا دائما معلوماتنا. الفقره الطبيه فقرتنا الطبيه موثوقة ولطيفة على الأقل في عندنا دكتور. نشكرك على وجودك معنا، كان معنا في الاستوديو زميلنا طبعا من العربية نت رمضان بن عمري. شكرا لك. شكرا.